أبي فايند ريدر أونلاين هو حل متكامل لتحويل ملفات PDF وملفات الصور إلى مستندات نصية وجداول بيانات. التحذير الوحيد هو أنه ليس مجانا. دعونا نستعمل أبي فايند ريدر أونلاين لاستخراج النص من ملفات PDF الممسوحة ضوئيا. تختلف الملفات الممسوحة ضوئيا لأنها لا تحتوي على أي بيانات نصية. يحتاج الحاسوب إلى قراءة الصورة والتعرف على الأحرف الموجودة فيها مما يعطي للنص معنى. لنلقي نظرة على تقرير الأحداث التالي. يمكنك تحميل الملف من صفحة الدورة التدريبية. تم طباعة هذا التقرير ثم مسحه ضوئيا ثم تحويله إلى صورة. لا توجد هنا معلومات نصية يمكننا نسخها ولصقها باستعمال أدوات الحاسوبية التقليدية. نظرا لكونها تقنية معقدة إلى حد ما، فإن معظم الأدوات ليست مجانية. اذهب إلى موقع findreaderonline.com، انقر على الزر الأخضر ثم حمل، اختر ملفات تقرير الأحداث. يعمل فاين ريدر أيضا مع ملفات JPG وPNG. اختر لغة المستند، اختر تنسيق الإخراج. نريد تحويل هذا التقرير إلى ملف نصي، لذا اختر تكست. انقر على تعرف. إن لم تكن قد أنشأت حسابا بعد، يتعين عليك إجراء ذلك الآن. سيظهر لك أبي فاين ريدر في لحظات قليلة رابطا لتحميل ملف تكست. لنلقي نظرة. نادرا ما يكون OCR مثاليا، ولكن الطريقة التي يعمل بها ملفتة للنظر. لاحظ أنه تم التعرف على النص، ولكن لا تزال هناك عيوب. تم التعرف على النص السردي بنسبة 100%، أما الترويسات فليس إلى هذا الحد. يمكنك أيضا استعمال Fine Reader لإخراج الملفات بتنسيقات أخرى كجدول بيانات في إكسل أو مستند وورد. جرب تنسيقيات أخرى للإخراج ولاحظ ما تحصل عليه من نتائج مختلفة.